اليوم غادي نجيب لك على ملك الموت. شكون هو ملك الموت؟ عزرين. عزرائيل. انا نقول له عزرين. هو عزرائيل. هو اللي يبقى التالي فوق الارض. كي تقوم الساعة كتب تقوم الساعة قال لك يقعدوا غير الأشرار فوق الأرض. آخر زمان يقعدوا غير الصالوبار. ما تلقاش الناس ملاح كاع. هو قال لك مادام يقرب هذاك الوقت تاع قيام الساعة الناس تولي ماشي ملاح، يقولوا الناس الملاح قلال. يقولوا غير الصالوبار، غير الكريمينال المجرمين قاتلة النفس. كيما رانا نلاحظوا دروك الروح ولات سهلة، ولات الناس تقتل بعضها بعض ولا غير. باختصار قالك كي تقرب الساعة تبغي تقوم ما يقعدوش الملاح في الأرض، يقعدوا غير الكريمينال غير الصالوبار غير الأشرار. ربي شا يدير؟ قالك يبعث ملك الموت كاع اللي يقولها لي يكون باقي فوق الأرض هذه فيها شوية ملوحية، ما ناس ملاح شوية في غير بدرة تاع رحمة يقولها قبض لها الروح تاعها تخليش هادشي الساعة تقوم على الأشرار عباد ما تقومش على الناس ملاح. هيا يفوت عليهم ريح قال لك يصوت يجي ذاك الريح الناس قاعد تموت. قال لي فيه شوية خير يموت يبقوا غير أشرار ويبقوا الملائكة قاعد يقبض لهم الروح. عزرائيل عليه السلام، كي نقولوا عليه السلام ولا سيدنا إسرائيل، عزرائيل كيف قال لك قاع يقبض لهم الأرواح تاعهم قاع الملائكة وكلشي كاش اللي يقعد شكون اللي يقعد؟ يقعد هو وجبريل. يا ربي يقول هو يستحي من جبريل عباد ربي يقول راك باقي جبريل بالله الروح تاعه. هيا يروح عنده جبريل كي داير عزرائيل يقول لك اللي ما ينجمش يدهش هيا يبان لها الروح تاعه. تجي صعيبه شكون اللي يقعد فوق الارض؟ يقعد غير ربي سبحانه لا عزرائيل عليه السلام. اي يقول شكون اللي يبقى؟ يقول باقي غير يا رب. الكتلة تقوم الساعة ما كانش اللي يقعد في الخلق. ني انس ني جان. غير ربي هو. اي يقول كي نديرو دروك؟ يعرف بلي غادي يموت. يجي عنده يقول له زعما ما يقدش يقبض الروح تاعه واعره. يقول لك شوف شحال قبضت من الارواح ما نجمش يقتل روحه. واعره صعيبة. هيا يجي عند ربي يحبس هكا شا يقولها ربي؟ يقولها موت يا مالك الموت أمره. هيا يموت هكا يطفى يموت غير بشوية. هيا يقول لك تقعد 40 ساعة مكانش كل شيء حابس عاد باش تجي يوم البعث تجي ديك النو هذيك والإنسان يخرج من الأرض ينبت من واحد وهاد العلفة جاية في الكولون فارتيبرال تاعها تحت علميا راه كاينة يقولك من هاديك يعاود يبعث الخلق هذه هي القصة تاع ملك الموت. هيا قالك